الحملة تاع اليوم هي حملة تعقيم للوقاية من فيروس الكورونا، وتوافيها شق آخر وهو شق يعمل على بناء على الجانب التحسيسي. راح نحسس المواطنين بعد ما لاحظنا في الفترة الأخيرة بعض التهاون من المواطنين في إطار الحماية من هذا الفيروس اللي إن شاء الله ربي يعافينا منه. وهذه العملية تمس الآن اليوم دائرة الأربعاء، وكما سبق أن قمنا بزيارة 4 دوائر أخرى، وستمس الدوائر المتبقية خلال الأيام المقبلة إن شاء الله.